الآن إحنا في أطراف يعني مدينة النجف، يعني قبل بداية بادية النجف. أخوان الأعزاء، طبعاً مرينا على مزرعة العيساوي. مثل ما تشوفون، شوفوا الخير، هاي المزرعة نموذجية أخوان الأعزاء، وبداية يعني على أطراف محافظة النجف. هاي المزرعة تفاجأت أنه لقيت مزرعة نموذجية بهاي المواصفات. شوفوا الخير أخوان الأعزاء، بيها أكثر من 1000 شجرة سدر، وشوفوا السدر مالتها، شوفوا الحمل مالتها الخير ما شاء الله. والجميل أيضا لقيت هاي المزرعة النموذجية مثل ما تشوفون كلها على نظام التنقيط. نظام التنقيط، الخطوط مالتها متناسقة، النخيل بيها أكثر من 1000 نخلة، خليط بين النسيجي وبين النخلة النسيجي الأنواع، وبين السدر وبين الزيتون، يعني بيها أصناف مميزة جدا للنخيل. إن شاء الله هسه رح تشوفكم إياها. لكن الجميل أنه بدت أرضنا تتعمر، وشوف أخوان الأعزاء الأحواض، وشوف النخيل النسيجي في هذا المكان ممتاز جدا. طبعا هسه راح أخذكم جولة قصيرة وأشوفكم الأصناف، حتى نحب ننشر رسالة انه ارضنا ارض خير، وبدت المزارع النموذجيه تنتشر، وان شاء الله مزرعه العيساوي مزرعه نموذجيه في اطراف النجف الاشرف. طبعا شوف اخوان الاعزاء، طبعا بيدي السدر هذا النبق اللي موجود بالمزرعه ماكو اطيب من عنده، وبي انواع. شوف هاي، حتى قبل ما نحكي على، شوف اخوان الاعزاء، شوفوا انواع السدر الموجوده هنا هاي المزرعة، بيها أكثر من 1000 شجرة سدر. والنخيل النسيجي، هذا النخيل النسيجي مزروع هنا بأعداد قلت لكم بحدود 1000 نخلة نسيجي. اللي أريد أقول هنا لقيت أنه أصناف النخيل المزروعة بهاي المزرعة النموذجية، لقيت أصناف، خيرة الأصناف اللي موجودة أصناف المجهول، وأصناف البلقة، وأصناف القرنفلي، وأصناف كثيرة جدا من خيرة الأصناف المستوردة النسيجية. ولقيت أصناف عراقية أصيلة، الأصناف النادرة مثل البرحي والمكتوم، وكذلك الشويثي موجود أيضا بالمزرعة، وأصناف شكو صنف نادر موجود هنا. فجزاء الله خيرا. طبعا إن شاء الله أنا أحاول أترك رقم الأستاذ الحاج العيساوي، لأنه هو خبير بإنشاء المزارع النموذجية، وإن شاء الله أي واحد يريد ينشأ مزرعة أو يشتري مزرعة ربما في هذا المكان يستعين به. وشوفوا خير من الله المزرعة مثل ما تشوفون هنا، موجودة محاصيل مختلفة، وموجود السدر أكثر من 1000 شجرة مال سدر، وموجود أيضا الزيتون. شوفوا هناك موجودة أشجار للزيتون. وهنا الجميل بهاي المزرعة أخوان الأعزاء، المسافات كلها بها تنسيق. وهنا شوفوا هاي اعتماد المزرعة على التنقيط. وهنا هاي أيضا هنا الزيتون مزروع بهاي المكان بشكل مميز جدا. وهاي بادرة خير اخوان الاعزاء بالعراق، انه انشاء مزارع نموذجية بهذا الشكل، وان شاء الله هاي المزرعة تكون مزرعة عامرة بالخير. راع النسيجية، شوفوا النموات نشطة وقوية وخير من الله. طبعا اخوان الاعزاء، من الاصناف المميزة جدا اللي شفناها بالمزرعة، شوفوا حمل هذا الصنف العرموطي. طبعا هذا العرموطي حتى نوى ما بيه، شوفوا الانتاج مالته ما شاء الله. بصراحة ما اعرف هاي يعني هذا الخير. شوفوا اخوان الاعزاء، شوفوا الخير، طبعا هذا حتى بدون نوى، شوفوا هذا النوى مالته، هيك فد شيء بسيط، والطعم مالته روعة، طعم مميز جدا، يعني ما اعرف.
طبعا يختلف عن العرموط الموجود بالاسواق. ما اعرف هذا الصنف يختلف وشكله. هذا طبعا شكله يشبه العرموط. ما شاء الله. شوف الخير. اللهم صلي على الحبيب المصطفى. شوف الخير ما شاء الله اخوان الاعزاء. صراحه مزرعه نموذجيه. وشوفوا هنا هذا الفسائل الموجوده بالمزرعه. يعني ايضا موجوده فسائل والنباتات. هذا النخيل ما شاء الله ايضا قوي ونشو. وهذا النموات بيه قويه. شوف القلب مال النخله. شوف تحسكوا اهتمام بيها وممتازه جدا. تبارك الله العظيم. طبعا اخوان الاعزاء مثل ما تشوفون شوفوا ما شاء الله النخيل كم الفسائل الموجوده به. ما شاء الله تبارك الله. يعني الفسائل خير من الله موجوده بالمزرعه. شيء نموذجي. الاحواض موجوده بشكل نظامي. وهنا العمياء صنف هذا الصنف. هذا تفاحي. طبعا اخوان الاعزاء شوفوا ما شاء الله. شوفوا الخير. هذا التفاحي. يعني هذا الصنف من التفاحي. شوفوا يعني هذا روعة جدا. هذا من ناحية الحجم وشكل الثمرة والطعم مالته تبارك الله. شوفوا هاي الشتلة جد الارتفاع مالته. وشوفوا الحمل ما شاء الله نازل للقاع. بصراحة شيء مزرعة نموذجية هاي المزرعة. وطبعا أشكر الحاج العيساوي على هاي المزرعة وهاي الأصناف بصراحة الموجودة من السدر. شوف هذا النبق. شوف شوف ما شاء الله. شوف الخير. شوف الخير اخوان الاعزاء. يعني هاي يعني ما اعرف انتم وحكموا. انتم وحكموا على هذا الخير. جزاه الله خيرا على هاي الاصناف اللي كاثرها. والمزرعه نموذجيه ونظام التقطير والتسميد كله على اعلى مستوى. وهاي بادره خير بالعراق اخوان الاعزاء. هاي بادره خير انه نشوف هيك مزارع بها هاي الثمار واكثرها يكون نموذجي بهذا الشكل. روعه جدا. هذا من ناحيه الحجم وشكل الثمره والطعم مالها تبارك الله. هاي الشكل جد الارتفاع مالها ما شاء الله نازل للقاع. صراحه شيء مزرعه نموذجيه هاي المزرعه. طبعا اشكر الحاج العيساوي على هاي المزرعه وهاي الاصناف بصراحه الموجوده من السدر. شوف هذا ما شاء الله. شوف الخير. شوف الخير. يعني هاي يعني ما اعرف انتم وحكم. انتم وحكم على هذا الخير. جزاه الله خيرا على الاصناف اللي والمزرعه الموجوده ونظام التقطير كله على اعلى مستوى. وهاي بادره خير بالعراق اخوان الاعزاء. هاي بادره خير. شكله هذا طبعا شكله يشبه العرموط ما شاء الله. شوف الخير. اللهم صل على الحبيب المصطفى. شوف الخير ما شاء الله اخوان الاعزاء. صراحه مزرعه نموذجيه. وشوفوا هنا هذا الفسائل الموجوده بالمزرعه. يعني ايضا موجوده فسائل والنباتات. هذا النخيل ايضا قوي ونشو. وهذا النموات بيه قوية. شوف القلب مال النخلة. شوف تحسكوا اهتمام بيها وممتازة جدا تبارك الله العظيم. طبعا اخوان الاعزاء من الاصناف المميزة اللي شفناها بالمزرعة. شوفوا حمل هذا الصنف العرموطي. العرموطي حتى نور ما بيه. شوفوا شوف الانتاج مالته ما شاء الله. بصراحة ما اعرف هاي يعني هذا الخير. شوف اخوان الاعزاء شوف الخير. طبعا هذا حتى بدون نور. شوفوا
هذا النوع مالته هيك شيء بسيط. طعم مالته روعه، طعم مميز جدا. كم الفسائل الموجوده فيه ما شاء الله تبارك الله، يعني الفسائل خير من الله موجوده بالمزرعه. شيء نموذجي لاحواض مميزه نظام. وهنا نموات جيدة جدا، وهذا شيء دليل انه المزرعة بصحة وممتازة جدا. كان معكم ابو عبد الرحمن من عالم الزراعة والنباتات المنزلية، في امان.